عن نفسي بشد حيلك معي أنا مي. ما تفكروا أبداً أنه حالي أحسن من حالكم، أنا كمان تأثرت كتير بكل شي صار، وعندي مشاكلي مع حالي ومع أولادي والمحيط اللي حواليي. بس نحن اليوم هون ولازم نسند بعض لنقدر نكمل الطريق، لأنه بالحقيقة ما عنا خيار تاني غير أنه نكمل الطريق، وإذا مو مشاننا فمشان أطفالنا. ولأنه الأطفال هن مستقبلنا فلازم يكون دايماً جهدنا الأكبر موجه إلن. الطفل بيتأثر بيلي عم يصير حواليه بطريقة كتير مختلفة عننا، لأنه الواقع عنده بيختلط بالخيال. كتير مهم نشجع الطفل ليعبر عن مشاعره ويحكي شو حاسس. طبعاً لازم نحترم خصوصية أي شيء بيحكيه الطفل وما نسخر أو نسخف من هذا الشعور. طبعاً هاد الشيء مثل ما هو مؤلم إلنا بيكون مؤلم أكتر للطفل. لما يكون الطفل بحاجة ليفرغ ويعبر عن مشاعره، مو هو الوقت أبداً لنعلمه أو نصحح له مفاهيم أو مواقف، هو بحاجة ليحكي ونحن بدنا نسمع ونتفهم هاي المشاعر. بس بوقت لاحق بس يهدى الطفل أكتر ممكن نرجع نناقش الموضوع بهدوء ونحكي بالصح والغلط. لكن على كل حال ما لازم الطفل أبداً يحس إنه تعبيره عن مشاعره عم يعرضه لأي نوع من الانتقاد أو اللوم أو التجريح. نحن كلنا غالباً خوفنا الأكبر بيكون هو من المجهول، ومجهول الطفل هو مربك أكتر بالنسبة إله، بيشوف الواقع بطريقة مختلفة. لهيك المجهول هو بيحتمل كل الاحتمالات حتى اللي من المستحيل تحقيقها على أرض الواقع. ولأنه الأطفال عموماً بيميلوا لتحميل حالهم المسؤولية عن أي مشكلة، فبصير الطفل بيفكر شو الغلط اللي عملته حتى صار هيك. لهيك من المهم جداً التأكيد للطفل أنه مو هو المسؤول عن اللي عم يصير، ونحاول دايماً نجاوب عن أسئلته بكل صدق وهدوء. لما منكون ما منعرف فينا نشاركه بكل بساطة هاد الجهل ونشاركه المخاوف والتفكير. بالمرات الجاية رح نرجع لهاد الموضوع ونحكي أكثر كيف فينا نساعد أطفالنا ليقبلوا واقعهم الصعب اليوم ويعيشوا طفولتهم. ومن هون لوقتها شدوا حيلكن، لسه الطريق قدامنا طويل. دعم نفسي بشد حيلك معي أنا مي.